طيب بالنسبة لمثال البولينوميال، طبعا هاي الامبورت تبعتي، طبعا المات بلوت عشان اعمل فيها السكاتر بلوت، والنمباي عشان انه انا استخدم او اعمل فيها البولينوميال ريجريشن. طبعا انا عندي هنا البيانات اكس وواي، تمام، متغير واحد، ولكن بدنا نمثل العلاقة بيناتهم ببولينوميال، مش معادلة خطية، معادلة غير خطية، تمام. طبعا في هذا المثال في عندنا 18 سيارة، هاي السيارات 1 2 3 لغاية 4 لغاية 22. طبعا لكل سيارة انه بيتم تسجيل، طبعا في رادار، والرادار هذا بيسجل سرعة السيارة في مكان معين، بهذا الشكل. حلقات الاكس بتمثل انا عندي الوقت، اكس بتمثل انا عندي الوقت، تمام، والواي بتمثل انا عندي سرعة السيارة عند اجتيازها هذا الرادار او هذا الكاونتر، يعني في تلك الساعة. يعني على سبيل المثال الساعة 3 صباحا بتكون السرعة 90، الساعة 10 صباحا بتكون 55. بتلاحظ انه انت عندك لما تكون الدنيا في يعني في الليل او في منتصف الليل بتكون السرعات عالية بسبب انه بتكون الطريق خالية، بينما لما تكون انت عندك الساعة 10 بيكون انت عندك وقت الذروة، فبالتالي بتكون انت عندك السرعة انه اقل، تمام. فبتلاحظ انه عندي بتكون السرعات عالية تصل لغاية ساعة معينة 9:30 تقريبا، بعدين بترجع تطلع السرعات مرة تانية بهذا الشكل، يعني بتكون انه الوقت الذروة انه هو بخف. طبعا هذه لو بدك تعمل معادلة خطية بهذا الشكل هدول النقاط انه حيطيروا، وبالتالي ما دام اي حاجة انت في عندك نقصان وبعدين زيادة او زيادة وبعدين نقصان، ما بزبط معاها اللينير، بدك تستخدم معاها البولينوميال، تمام. طبعا هنا في البولينوميال استخدمت النمباي، وممكن تستخدم الاسكيلير، فهنا عرفت الموديل بيساوي نمباي بولينوميال 1 دايمنشن، وهنا نمباي بولي فيت. ايش اديته؟ اديته الاكس والواي والدرجه تبعت الخط او المعادله عفوا، اللي هو الدرجه الثالثه، تمام. الدرجه الثالثه انه بكون في عندك نقصان زياده بهذا الشكل، الدرجه الثانيه بكون انت في عندك زياده باستمرار بهذا الشكل بشكل منحني، لكن الدرجة الثالثة بيكون في عندك نقصان وبعدين زيادة، تمام. وبعدين هنا بدي أرسم اللاين، بدي أرسمه أنا عندي اللاين سبيس، أنا عندي بين 1 و22، تمام، النقاط تبعتي، تمام. والماكسيموم أنا عندي في الواي سكيل أنا عندي 100، هاي حطيته 100 بهذا الشكل، ورسمت السكاتر بلوت لللاين تبعي بهذا الشكل. كيف بدي اعمل بريدكشن؟ او قبل ما اعمل بريدكشن خلينا نحسب الار سكور. الار سكور استدعينا من الاسكيلير المتريكس ار 2 سكور او ار تربيع سكور، فعديت الار 2 سكوير، عديته الواي والموديل الاكس اللي هي حتطلع لي موديل اكس، هي بتطلع لي بريدكشن بالمناسبه، تمام. فطلع انا عندي 94، فبالتالي انه هذا اللاين كل ما كان انه القيمة انه السكور هذا كل ما كان اعلى بيكون يعني كل ما كان اقل، كيف؟ بالضبط، صحيح. الان ممكن نحن نعمل بريدكشن مثلا على سبيل المثال الساعة الخامسة الساعة 17، فبحكي انه ماي موديل انه بمرر له الاكس فبيطلع لي قيمة الواي، قيمة الواي بتكون انه السرعة تقريبا بتكون حوالي 88 كيلومتر في الساعة، تمام؟
طيب أكيد أنا بدي أعطيكم تكليف أحسن. حكيت في كنت طالب منكم قبل هيك تكليف له علاقة بالنمباي على الهاكر رانك، فبدي تجيب لي النجم، تمام؟ فهذا أول تكليف بدي إياك تشتغل عليه لغاية، يعني إحنا حكينا إنه باقي عندنا 5 محاضرات، تمام؟ خليني أسكر التسجيل.